ازيك يا نيفين؟ نيفين عيب يا ولد، هي بتلعب معاك؟ لا وحياتك سيبيه يقولها يا نهد، طلع من بق زي العسل. انت كنت فين طول النهار يا بيبرس؟ كان عندي شغل، كان عندي ميتنج بقى وشغل مهم يعني، بعد اذنكم. اتفضل. ميرسي يا حبيبي. يخرب عقلك يا نيفين، ده كده يبقى التالت. ايه انت بتجمعي طوابع؟ لا لا لا، ما انا ماليش مرارة على الكلام ده كله بقى يا نهد. شك وغيرة ومراقبات وتليفونات على ايه ده كله، باخد منه ايه يعني؟ يا بنتي ده بتبقى لكوش شهر مع بعض. ما هم الرجالة كده، في الاول يبقوا طيبين وامامير، ولما تبقي على ذمته يعملك فيها سبع البرامب. بس مش بالسرعة دي. انا بقى هقولك اللي حصل. بص في الموبايل بتاعي لقى في نمره طالباني. يا مش عايزه اقول لك عمل ايه. قعد يقول لي النمره دي طالباكي في واحد تلات مرات ليه، واخر مكالمه عامله 11 دقيقه ليه. قلت له دي واحده صاحبتي، قال لي لا ده ماجد بتاع العربيات. وهي دي فعلا نمرته؟ اه بس وحياتك انا كنت طالبه عشان اغير عربيتي. تغيري عربيتك بس؟ وحياتك انت، هو اي نعم عامل لي فيها جست جامد قوي، بس مش اكتر من كده. طب وبعدين؟ ابدا بقى، قاعد يزعق ويهلل ويعمل لي فيها سبع البرومبا. قلت له بقى لو انت راجل صحيح طلعني. قام رمي عليا اليمين. ليه كده بس يا نيفين؟ اوعى تكوني فاكره ان انا زعلانه، ده انا ما صدقت ان انا خلصت منه. ده كان جلده وقيحه والقرش بيطلع منه بالعافيه، هستحمله واستحمل قرفه على ايه. طب هتعملي ايه دلوقتي؟ هتجوز طبعا. هو انا يعني عشان خاطره هترهبن؟ ده الرجال على قفه من يشيل. لا ده انت مربطه بقى وحياتك لسه، لكن قدامي اربع اختيارات. لا ده انت كده تستعيني بصديق. طب انا اقول لك الاسهل، احذف ثلاث اجابات. مش كده برضو اسهل؟ نحذف ثلاث اجابات اسرع على فكره. بس قاعد استنى. اسكت يا سيدي. سوري تعبانه يا ماما، تعبان. ازيك يا طنط نبيل؟ طنط ولد هدي لك على دماغك لو قلت لي طنط تاني. ارجوك الدين. ارجوكي؟ الولد بقى طول بيقول لي يا طنط. العيال كبرونا يا نيفين. لا كبروكي انت لوحدك يا اختي. بس ايه عيني عليه بقى، ده حلو كده وبقى زي القمر وبقى راجل مال وهدوم. اكيد اكيد البنات عاملين عليك كده نيفين. لا 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 نونا عندها حق ده يا ماما. انا مش عارف، حاجه غريبه موت البنات اليومين دول، مش عارف عايزين يعملوا ايه بي كده عليا، مش عارف اعمل ايه. طب اتنيل. ايه عايز ايه؟ قلبي نفسك في 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ طب احضرينا يا نونا دلوقتي، انا راجل دغري وما بحبش الحوارات، ولا هقول لك انا رايح اشتري كتاب ولا عندي درس، كل ما هنالك ان انا عندي ميعاد مع موزه زي القمر. وطبعا يا ماما يا حبيبتي انت ما رضيكيش ان انا يبقى شكلي عره قدامها. شفتي بجحت الولد؟ مش قلت لك يا نهى اديله بقى واحد نونا بقى تجيبي يا شيخه. انت ما بتشبعش فلوس؟ 100 جنيه 3 خمسينات لحسن الحياه نار يا ماما. يا سلام خد. يا ريت بقى يا ماما يا حبيبتي الحاج محرم ما ياخدش خبر من الموضوع، تقولي له تامر خرج مع موزة والكلام ده، لحسن انا عارفك بقك ما بيتبلش فيه فوله. ولد عيب كده. تعالى هنا، انت رايح فين؟ في ايه يا ماما؟ بقول لك عندي ميعاد مع واحده صاحبتي. انت عندك غيبوبه ولا ايه؟ نونا هفتقدك. باي باي. ايه يا رايح فين؟ استاذي وملازي. خلي بالك انا بقيت شاب تمام دلوقتي، عندي ميعاد مع واحده صاحبتي، بس ارجوك عشان انا عارف ان انت بتشرد وبتسيح، محدش يعرف خبر بالموضوع ده. يا ابني انت اللي فاضح نفسك من الصبح. سكر هتوحشيني. بقول لك ايه، البنت اللي انا هقابلها دي ليها اخت صغيره كويسه، ممكن اظبطك معاها نخرج مع بعض نعيش الحياه. اوكي يلا باي باي. احجزها لي يا ولد. ازيك يا نيفين؟ نيفين عيب يا ولد، هي بتلعب معاك؟ لا وحياتك سيبيه يقولها يا نيفين، طلع من بق زي العسل. انت كنت فين طول النهار يا بيبرس؟ كان عندي شغل، كان عندي ميتنج بقى وشغل مهم يعني، بعد اذنكم. بخري ولادك يا نهد، كل واحد فيهم بقى زي القمر. انا خايفه قوي على بيبرس. ليه؟ ماله؟ بيبرس، بيبرس بقى راجل ماله هدوم وما يتخافش عليه.
سامي. ايوه يا نمرة سامي. هات لي ملفات الموظفين وحصلني على مكتبي. ملفات الموظفين؟ ايوه ملفات الموظفين وبسرعه انت فاهم؟ حاضر يا بيبرس بيه. لا النهارده صعب يا سعيد قوي. يا ابني مشغول جدا. طب بعدين بقى بعدين. هبقى اكلمك بعدين. سلام. ايه ده؟ ايه ده كله يا استاذ سامي؟ دي ملفات الموظفين اللي حضرتك طلبتهم. طيب حطهم هنا. حط. استاذ سامي يا ريت تبلغ كل مديرين الاقسام ان في ميتنج كمان ربع ساعه في غرفه الاجتماعات. مش هنستنى لما محرم بيوصل؟ نفذ اللي بقول لك عليه يا سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيبرس بيه موجود؟ نقول له مين حضرتك؟ قول له مرسي بيه البسيوني شريك الوالد. طب دي واحده. ايوه يا استاذ سامي. في واحد والله جاي يسال على بيبرس بيه بيقول انه مرسي بيه البسيوني شريك الوالد. نظام الشغل في الشركه لازم يتغير يا اساتذه. شغل الدفاتر ده تنسوه خالص. كل موظف او عامل في الشركه دي لازم يبقى له سي في على الكمبيوتر. كل حاجه لازم تكون قدامي على الكمبيوتر برضه. لكن يا فندم النظام اللي عامله محرم بيه. انسى انسى. انا هنا المدير التنفيذي، يعني انا المسؤول عن نظام الشغل مش اي حد تاني. بيبرس بيه. ايه في ايه؟ في واحد اسمه مرسي البسيوني عايز حضرتك. مرسي البسيوني؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. ده بيقول انه شريك الوالد. شريكه في ايه؟ خليه يستناني في مكتبي لغايه ما اجيله. يلا. حاضر. انا ما عنديش رحمه في الشغل يا اساتذه. في شغل وفي انتاج هديكوا عينيا. في تسايب ودلع العقاب هيكون قاسي جدا. مفهوم؟ الو؟ ايوه يا عم سامي خير. انا اسف يا نايد هانم. بس يا ترى اقدر اتكلم محرم بيه؟ لا محرم راح البنك ويمكن يتاخر شويه. في حاجه؟ النظام ده لازم يتطبق فورا. اي تاخير في التنفيذ غير مسموح بيه. اي حد هيتاخر في التنفيذ دقيقه واحده هخصم له نص يوم. مفهوم؟ اي طب الدهاني هي ايه الحكايه؟ لما المحرم بيه راح فين؟ الظاهر راح وراحت ايامه. ايوه ايوه يا ماما. ايه يا بيبرس بطلبك على الموبايل ما بتردش ليه؟ انا عندي اجتماع دلوقتي. انا عايزك. طيب اخلص الاجتماع بعدين اكلمك. تسيب اللي في ايدك حالا وتجيني. حاضر حاضر انا جاي على طول. مع السلامه. معلش يا جماعه هنضطر ناجل الاجتماع لوقت تاني عشان عندي ال ها هنزنكم.